TWNFM 91.2. قصص الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في الحلقة الماضية تحدثنا عن نبي الله يونس، والآن نكمل حديثنا عن هذا النبي الكريم حين قال تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. كأنه يقول لك أيها المخاطب، أيها السامع، لتعتبر، لتتعظ: اذكر عبدنا ذا النون حين فارق قومه وهو غضبان عليهم لأنهم لم يسارعوا إلى الاستجابة له. إذن ظن أن لن نقدر عليهم، نريد أن نقف عند هذه الكلمة، فظن أن لن نقدر عليه، علينا أن نفهم أنه لا نقدر عليه أي لا نستطيع أن نقاومه، لا، فظن أن لن نضيق عليه عقابا له على مفارقته لقومه من غير أمرنا. هذا مفهوم جميل جدا. أو فظن أننا لن نقضي عليه بعقوبة معينة في مقابل تركه لقومنا بدون إذننا. لأنه في القرآن أحبتي في الله آية جميلة جدا، يقول: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يعني نقدر عليه أن نضيق عليه، أن نعاقبه. في آية أخرى: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيقه عليه. هذه وقفة حول كلمة نقدر عليه. ثم نعود إلى قصة يونس عليه السلام. بيّن الله ما كان يردده يونس وهو في بطن الحوت، فقال: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنادى، صاح من أعماقه، لأنه كان في ظلمات ثلاث: ظلمة البحر، وظلمة الليل، وظلمة بطن الحوت. لماذا؟ لأنه خرج يونس غضبان على قومه، فحدث له ما حدث. أخذ يتضرع إليه بقوله: أشهد أن لا إله إلا أنت يا إلهي، أنت مستحق للعبادة، سبحانك، أي أنزهك تنزيها عظيما، إني كنت من الظالمين لنفسي حين فارقت قومي بدون إذن منك، وإني أعترف بخطئي يا إلهي، فاقبل توبتي واغسل حوبتي. إذن ليست هي ليونس خاصة هذه الدعوة، دعوة يونس بن متى هي ليست دعوة خاصة له، بل هي لجماعة المسلمين. إذا دعوا بها، ألم تسمع قول الله تعالى: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ما أرحمك يا الله على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك، وما ألطفك من من سألك. عصيناك فسترتنا، وجئناك فقبلتنا، وسألناك فأعطيتنا، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. إذن الله يقول: فاستجبنا له دعاءه وتضرعه، ونجيناه من الغم، أي من الحزن الذي كان فيه حين التقمه الحوت وصار في بطنه. ثم بيّن في آية أخرى رب العزة أن يونس عليه السلام لو لم يسبح الله للبث في بطن الحوت إلى يوم البعث، فقال سبحانه: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون.
ثم يقول: وكذلك ننجي المؤمنين. بشارة أحبتي في الله لكل مؤمن يقتدي بيونس في إخلاصه، في صدق توبته، في دعائه لربه. إذن أحبتي في الله، القضية جميلة جدا، هي تسلية للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عما أصابه من حزن بسبب إعراض قومه عن دعوته. وفيها كذلك تعريض بأهل مكة وإنذارهم من سوء عاقبة الإصرار على الكفر، الإصرار على الجحود والنكران، وحض لهم على أن يكونوا كقوم يونس عليه السلام الذين آمنوا قبل نزول العذاب فنفعهم إيمانهم. حديث جميل يقوله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: عرض علي الأنبياء، فجعل النبي يمر ومعه الفئام من الناس. الفئام من الناس معناته العدد القليل، والنبي معه الرجلان، والنبي ليس معه أحد. أحبتي في الله، هذه قصة يونس، هذه قصة هذا النبي الذي ابتلي، هذا النبي الذي امتحن. تعالوا لنرى هذه العبرة، لنعلم أن الله قريب من المحسنين. لكن استحضرتني أبيات من الشعر أريد أن أختم بها هذه الحلقة، أن أتوجه إلى الله كما توجه هذا الشاعر الكريم: حاسبت نفسي لم أجد لي صالحة إلا رجائي رحمة الرحمن، وعرضت أعمالي علي فلم أجد في الحق إلا خفة الميزان. يا أيها الخلان إني راحل، مهما يطل عمري فإني يفان. يا رب يا رب إن لم ترضى إلا ذا تقى، من للمسيء المذنب الحيران. أحبتي في الله، لو أن كل واحد فينا استعرض ذنوبه، استعرض السيئات التي اقترفها، فوقف بين يدي الله وقفة صدق ليحاسب نفسه قبل أن يحاسب، ليعود إلى الله سبحانه وتعالى بتوبة صادقة وبوقفة نبيلة حتى يجدد العهد مع الله لفتح صفحة بيضاء نقية، حتى إذا أدركه الموت استبشر بلقاء الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، هذا القصص القرآني نريد أن نستخلص دائما حين نتحدث عنه، نستخلص منه العبر والعظات. ولذلك أجد نفسي أنه في نهاية كل قصة لنبي من هؤلاء الأنبياء الكرام نأخذ العظة والعبرة من قصته، هي ليست للتسلية إنما هي للاعتبار. أقف عند هذا وقد أدركني الوقت، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.